أهلا وسهلا. أحد المتابعين سأل سؤال جميل جدا، شو الإفكتات أو الأشياء اللي تقدر تغير فيها على الأصوات اللي موجودة؟ طبعا إذا هو يقصد الإفكتات الدي اس بي، فأنا الحين بعطيه طريقة الدي اس بي كيف أنت تغير على الأصوات وتحط الأصوات اللي أنت تباها. زين، طبعا هي تفرق ما بين 900 اس اكس 900 و600، يعني كل ما كان الكيبورد أعلى كل ما حطوا فيه 10 خدمات زيادة. إذا كيف تعمل الصوت؟ الحين هذا الجيتار مثلا، تروح على اخترت صوت الجيتار، تروح على كلمة ميكسر، تفتح عندك الصفحة هذه، لاحظ عندك هنا على الافكت على طول، اذا كان فوق في الفلتر لازم تيجي عند الافكت، تختار الاساين بارت سيتنج، لاحظ هنا رايت 1، انت في الرايت 1، لاحظ هنا انت ما دام اختار رايت 1 لازم تيجي لما تفتح معاك الاساين بارت سيتنج تختار رايت 1. كيف تختار رايت 1 او رايت 2؟ تضغط على كلمة الرايت 1، شوف تفتح معاك الصفحات، الصفحة هاي قصدي اللي تختار الخدمة اللي انت تبغى تعمل حق الصوت، هو كان في رايت 1 او 2 او 3، مفهوم؟ انزين، لاحظ تحت اوف، انت الحين هني اوف، تبغي تعمل حق رايت 2 تضغط على رايت 2 كمثال، شوف وتيجي هني عند الاوف تختار رايت 2، شوف كيف؟ هذا معناته انت الحين تعمل افكتات حق رايت 2، مفهوم؟ انزين، فبالطريقة هذه الحين نرجع مرة ثانية عند الرايت 1 ونعمل افكت، لاحظ اني بعمل هذا اوف رايت 1 افكت، شوف جاي على شو؟ لما تضغط على الافكت تفتح عندك الصفحة هاي، كل الخدمات الرئيسية موجودة هني، الريفيب، الديلي، ديستريشن، الاكيوبمنت، الميدلوشن، ميوزك، عندك هاي كلها، الليجاسي، هاي كلها خدمات، مجرد ما تضغط على الخدمة تفتح لك الخدمات الفرعية. يعني نشوف الديلي، كم ديلي عندك؟ 3 صفحات. لاحظ معي الحين مني عند الايكو، مني عند الكورس، هذه الديلي. طب الديستريشن، الديستريشن طبعا في اشياء وايد جميله جدا، اللي هو انت كيف تعمل صوت الواوا الجيتار. الحين شوف انا اخترت الواوا، هاي كلها شوف خدمات، كلها خدمات. اسمع الجيتار من غير الافكت، اسمع كيف، شوف كانك الكلين جيتار، كلين ريتش، كلين، كل هاي خدمات. نروح على الواوا، نعمل الواوا، بيكون الواوا في بيج رقم 3، شوف معي الواوا كيف، بالطريقة هاي انت عرفت كيف تعمل الافكتات حق الاصوات. كيف تخزنهم؟ عندك هني في ماي ريجستريشن، الحين اخترت الصوت، تدق على كلمه ميموري وتم ضاغط عليها وعلى رقم 1، شوف يلمض عندك زرار تسيف، يعني الحين شوف هني انا كيف ارجع للصوت الواوا. بهاي الطريقه عرفت انت كيف تضبط اصواتك وشو الافكتات اللي موجوده. طبعا عندك الكيبورد تقدر تحط الافكتات اللي هي موجوده معكم. اخوكم سامي اف.